حلف الناتو. اتفقنا على أن تكون أوكرانيا عضوا في الحلف وألمانيا ترد وبوتين يلوح بنصر حتمي. محاولة أوكرانية لغزو الأراضي الروسية، هل انقلب السحر على ساحر؟ بينما القوات الروسية ترد وبقوة. المجر أحدث المنضمين لصف بوتين ضد الإجماع الغربي وحلف شمال الأطلسي، وأكثر من 650 جنديا أوكرانيا في عداد الموتى خلال يوم واحد. شقيقة كيم تعلن عن مفاجأة عسكرية والدم يتجمد في عروق الجيران. وبعد أن أظهرت الصين قوتها في معركة جوية، واشنطن تتودد، وإيران تمد سوريا بالسلاح لضرب القوات الأمريكية. الناتو يفجرها في وجه روسيا. بعد أن ازداد الضغط على حلف الناتو، والضغط يولد الانفجار، لتشتعل الطاولات الأوروبية وتقول كلمتها بصوت واحد: مرحبا بأوكرانيا في حلف الناتو. وذلك على لسان الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ، مصرحا بأن جميع أعضاء الحلف متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو. فمتى سيتم الإعلان عن الانضمام رسميا يا هذا؟ ستولتنبرغ لم يجب ولم يحدد أي موعد، لكنه شدد على أن موسكو لا تملك فيتو ضد توسع الكتلة الدفاعية، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى أنقرة في المستقبل القريب للقاء الرئيس التركي لمناقشة انضمام السويد إلى الحلف. ونحن نعلم تحذيرات موسكو وتهديداتها بهذا الخصوص، فكيف سيرد الروس على هذا التحرك من الناتو؟ لتستدرك هنا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وكذلك وزير خارجية لوكسمبورغ جاناس البورن بقولهما: إنه لا يمكن للناتو مناقشة توسيع صفوفه وبحث موضوع انضمام أوكرانيا إلى صفوفه في خضم النزاع في هذه الدولة، أي إنه لا يمكن ضم أوكرانيا للحلف قبل أن تنتهي الحرب. وكأن الغرب ينتظر ولادة مبكرة لفتاة عذراء. بينما يواصل ستولتنبرغ تصعيده ضد روسيا، ليعلن أنه سيزور أنقرة في المستقبل القريب لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن مالا، هنا سؤال يطرح نفسه: ما الذي استجد بعد إعادة انتخاب أردوغان، حيث كان الرئيس التركي يرفض تماما انضمام السويد للحلف؟ هل هناك أمر يدار من تحت الطاولة؟ وذلك بانتخاب أردوغان مرة أخرى مقابل الموافقة على ضم السويد للحلف. سنترك الإجابة لكم. وهنا انتقلت كييف نحو خطوة أخرى. نعم، إنها الهجوم خير وسيلة للدفاع، حيث أعلن الجيش الروسي أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لما قال عنه محاولة غزو أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات، لتستخدم موسكو الطائرات لردع الجنود الأوكران بحسب بيان الجيش الروسي. بينما قال حاكم منطقة بلغرود الروسية إن 5 أشخاص أصيبوا في قصف أوكراني خلال الليل على المنطقة، وأضاف المسؤول أن القصف أسفر أيضا عن أضرار لحقت بالعديد من المنازل والمباني جراء القصف. ليعود ستولتنبرغ مرة أخرى متحدثا عن الضربات التي طالت منشآت مدنية على الأراضي الروسية بأن من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها. أما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، فأعلن أن واشنطن تسعى لأن تمتلك كييف كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بينما تستعد لشن الهجوم المضاد هذا الصيف. وقال كيربي إن واشنطن لا تشجع الهجمات الأوكرانية في العمق الروسي لمنع تصاعد الحرب. فعن أي تصاعد يتحدث؟ بينما كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، أليس هذا صعيدا أيضا؟ يتساءل الروس. ليأتي الرد على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المرة بقوله: أنا واثق من أن النصر سيكون دائما حليفنا، ولا يساورني شك بشأن انتصارنا في العملية العسكرية الخاصة، وستكون بلادنا في نهاية المطاف ضامنا للسلام والأمن. وبالعودة إلى المعارك على الأراضي الأوكرانية، أعلن
أعلنت الدفاع الروسي أن خسائر قوات كييف خلال اليوم الماضي شملت نحو 660 جنديا وطائرة سو 25 و17 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى. لتدور الأحداث وتعود بنا مجددا نحو الناتو، فهل هذا الناتو الذي لم تنتهي حباله في هذا الفيديو، حيث صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن بلاده تعتبر تدريب الجيش الأوكراني تحت راية حلف الناتو أمرا غير مقبول، معتبرا أنه يجب على الحلف أن يتجنب الصدام المباشر مع روسيا. فهل يعد هذا التصريح إعلانا من هنغاريا أي المجر بالانضمام إلى حلف بوتين بعيدا عن الناتو؟ الحلف الذي اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2019 أنه في حالة موت سريري، ليعود ماكرون ويقول هذه المرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيقظ الحلف عبر أسوأ صدمة من خلال غزو أوكرانيا. وقال ماكرون أمام منتدى جلوبسك في براتيسلافا: نحتاج اليوم إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال. ومن صراع الناتو مع روسيا إلى تحضير الحلف لحرب ضد صربيا الحليفة لبوتين، حيث قال يانس ستولتنبرغ لدى وصوله إلى أوسلو لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف إن 700 عسكري من الناتو توجهوا إلى كوسوفو لدعم قوات الحلف هناك. الأحداث والتطورات. أكدت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم أن بلادها ستواصل جهودها لإطلاق قمر صناعي وستضعه في المدار الفضائي قريبا. جاء ذلك بعد اعتراف بيونغ يانغ بفشل إطلاقها صاروخا فضائيا يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري وسقوطه في البحر بسبب خلل فني وفق وكالة يونهاب. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصين على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بعد حادثة اعتراض طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي. وأعرب بلينكين عن أسفه إزاء عدم انعقاد اجتماع على مستوى وزيري الدفاع بعد رفض بكين. وكان الجيش الصيني أعلن أن طائرة استطلاع أمريكية توغلت في منطقة تدريب عسكري فوق بحر الصين الجنوبي، مضيفا أنه أرسل طائرة لتعقب الطائرة الأمريكية ومراقبتها. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إيران تسلح سوريا لشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية، وتعمل كذلك مع روسيا على استراتيجية أوسع لطرد الأمريكيين من المنطقة. حلف الناتو الذي ظل طوال فترة الحرب في أوكرانيا يحذر من مواجهة مباشرة مع روسيا، هو اليوم يذهب بقدميه نحو تلك المواجهة. برأيكم هل تشمر موسكو عن ساعديها لتبدأ الرد على خطوات الحلف الجريئة؟